بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بأن 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي أصيبوا بجروح إثر قصف جوي استهدف مقرا بديلا للتنظيم في أطراف قضاء تل عفر غربي مدينة الموصل. وفي خبر متصل أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى بقتل أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي في الحويجة مع 2 من مرافقيه بقصف جوي قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. حررت قوات سوريا الديمقراطية نصف مدينة الرقة بعد أقل من شهرين من انطلاق المعركة ضد تنظيم داعش. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات 24 الماضية شهدت تقدما استراتيجيا لقوات سوريا الديمقراطية في حي نزلة شحادة جنوب الرقة ومنطقة البانوراما. أقر البرلمان التونسي بالإجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في خطوة طال انتظارها. لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية. ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء. أعلنت المفوضية الأوروبية أن نقل المهاجرين من اليونان وإيطاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بلغ مستوى قياسي في شهر حزيران يونيو الماضي. وأضافت أنها تقوم بالضغط لإقامة دعاوى انتهاكات ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا لإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بشأن قبول المهاجرين بموجب اتفاق تم التوصل إليه في ذروة أزمة اللاجئين في شهر أيلول سبتمبر من عام 2015. ألقت السلطات اليونانية القبض على مواطن روسي تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة عمليات غسل أموال بقيمة 4 مليارات دولار باستخدام العملة الافتراضية. قالت المديرية العامة للأمن في اليونان إن وحدات الأمن تمكنت من القبض على المتهم وتمت مصادرة أجهزته الإلكترونية. عثر على جثث 25 شخص بينهم 17 شخص من عائلة واحدة بعد انحسار مياه الفيضانات من قرية في ولاية غوجارد الهندية، وذلك بحسب ما أعلن مسؤولون. وقد في حين ارتفعت حصيلة الذين لقوا حتفهم في البلاد إلى نحو 120 شخص. وأعلنت سلطات الطوارئ في ولاية غوجارد الأربعاء العثور على 12 جثة أخرى على الأقل مع دخول طواقم الإنقاذ الأخرى القرى المتضررة. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.